بدايتي في الرياضه يعني من حاجه من 15 سنه هيك، بس رياضه كمال الاجسام من 5 سنين. في البدايه يعني الرياضه العاديه اللي كل النساء يعرفونها كان عادي ما فيش مشكله، لكن لما اتجهت للحديد حسيت انه كانه ينظروا للحديد انه هذه بتحول. انا كنت نلعب في سويدي فتره طويله، لكن لما جربت رياضه كمال الاجسام اللي يقولوا عندنا الحديد حسيت فرق كبير، حسيت ان هذا المجال اللي انا يناسبني. مش عارف ممكن ما نعرفش نشرح لك، بس لما تجرب انك تلعب كمال اجسام حتحس فرق ان باقي الرياضات مكمله هو الاساس. هو في البدايه في الرياضه النسائيه بالذات بناء الاجسام ما كانش في ناس مختصه، يعني مش بروفيشنال، مش ناس قاريه. فانا كنت من ضمن يعني 15 بنت اتجهن للشيء هذا. في ناس صار لهم اصابات ووقفوا بسبب ان احنا كنا ما نلعبوش مع ناس محترفه، فهن كان يهضم فينا في حصيله شيء تعلمنا من ناس تانيين، والناس التانيين مش متمكنين. فالشيء هذا هو اللي شجعني اني انا ما نكونش هاويه، اني انا نتجه لاني ندرس، اني انا نقرا على رياضه كمال الاجسام عشان نحمي نفسي وغيري من الاصابه. كنا في نادي للشباب، نحن خدينا توقيت كان من 10:30 للواحد، فكان في يعني جدل ان كيف ياخذ الوقت بتاعنا. هدينا شو فهمن في الرياضه وشو فهمن في الحديد، فكنا نواجهه في عقبه ان الوقت قصير وحادينا حتى بايام معينه، وايضا نظره المجتمع زي ما انت قلت. فانا كنت واحده من الناس كنت داسه اني نلعب في كمال الاجسام ما نقولش. انا الطموح بالنسبه لي هو الدراسه الاكاديميه، واني انا نفيد نفسي ونفيد غيري في مجالي في التدريب. لا بس المنافسات الدوليه، وما قلت لك نفتقد للدعم، فانا ما نبيش نشارك على اساس ان نحن شاركنا وخلاص. نحن لازم يكون لنا بصمه، ليبيا لازم يكون اسمها فوق.